طيب هنخش على فقرة اسأل وجاوب، بس هيكون ردودك سريعة جدا، أسئلة سريعة كلها جدا على الهوا كده. سريعة جدا. يلا ماشي يلا يلا قولي لي يا ستي. دي أول مشكلة. واحدة بتقول أنا ما بفهمش في الكورة، وجوزي من ساعة ما كأس العالم بدأ وهو ما بيبطلش فرجة على الماتشات وبيظبط مواعيد حياته على جدول الماتشات. بدأت أتخنق وحاولت بكل الطرق ألهيه والفت نظره لأي حاجة تانية، خصوصا إني احتمال أولد الأسبوع الجاي وخايفة ما يحضرش الولادة علشان الماتش. أعمل إيه؟ على طول اقفل التلفزيون، لا اقطع التلفزيون، لا انتهى. لا 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 انتهى، مش دول لك في ولاده، انت عارفه في طفل جاي. اللي بعده على طول اللي بعده. اقطعي. انا وخطيبي كنا بنتفرج على ماتش البرتغال والمغرب، وبصراحه انا كنت بشجع كريستيانو لاني بحبه، وفي نفس الوقت بشجع المغرب علشان عرب بقى وكده. بس مش هي دي المشكله، المشكله ان لما كريستيانو قعد يعيط لما خسروا انا كمان قعدت اعيط وبوظت الخروجه علشان مودي اتقلب، وقلت لخطيبي يروحني. فضل ساكت طول الطريق ومش راضي يرد عليا، بقالي يومين هو أحسن زعلان عشان مش بشجع المغرب أحسن. ولا بيغير من كريستيانو. لا هو أحسن، بس عشان هي نكد والله العظيم بكلمك لا لا بأمانة، لا أنت منا، أنت عشان نكد. ما بتحبيش الكورة بتقولي لا كده، بس والله الكورة دي مليانة دموع، لا أنا ده بحب مش الكورة، نكد. ده أنا مليانة وبعيط ولما بشوف فريق بيكسب وكل حاجة، بس ما تنكديش بقى. بس مش أنا أكلتي معاكي، وسهرتي ونزلتي؟ ما أكلتي خلاص وسهرت، نكد. أكلتي أكلتي وسهرتي وسهرت. اسكندرانية إيه؟ طيب بصي، مش المشكلة نكد. الجاية دي بنت بتقول أنا بحب الكورة قوي عكس ما هو معروف عن البنات وأهلاوية، أوكي. ولما بقعد في قعدة تعارف لازم أسأل هو بيشجع مين، ولو طلع مش الأهلي بتقفل منه، بس أهلي أهلها يعني قربوا يطردوني من البيت، وفي عريس دلوقتي كويس جدا بس مالوش في الكورة أصلا، وعايزة أقنعه بيها وعايزة أقنعه يشجع طب الأهلي. ما حلو بقى، هو ده جاي على نضيف. ده انت تبتدي تعلميه الاهلي بقى من الاول، لا تقعدي معاه بقى كده تعرفيه مثلا كابتن محمود الخطيب مش عارف ايه، تعرفي سمعت عن كابتن صالح سليم ده؟ انا سمعت عنه. طب شفت الانجازات بتاعت النادي؟ ماشيه جنب السور الكلام ده كله. انا كنت قاعده جوه شفته شريط الانجازات. اعملي الحاجات دي كلها يعني هيجي معاكي سك، ما هو فاضي بقى ما عندوش يعني، فاهم؟ صح بالظبط. طيب دلوقتي بقى هنختبر في السريع كده مدى حرفنتك في الرياضه ليه كده يعني بقى عامه جاهزه؟ يعني ماشي. أهلاوية ولا لا؟ أهلاوية. أهلاوية. قولي لي 3 أسامي من لاعبي الأهلي. كهربا، أفشة، شناوي. ماشي. عدت. مين مثلك الأعلى في منتخب مصر؟ محمد صلاح طبعا. طيب. طيب تتوقعي مين ياخد بطولة كأس العالم؟ والله أنا نفسي المغرب يعني. كلنا. بس يعني نفسي المغرب، بس يعني خلينا نقول نفسي المغرب، مش عايزه مش عايزه افتكر تتوقع يعني. حاجه يا تاني. ريت يبقى المغرب يا رب.